بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد المانوميتر. ايه هو المانوميتر؟ المانوميتر ده جهاز بيستخدم في الاستخدام قياس ضغط غاز محبوس، ده اول حاجة. تاني حاجة قياس الفرق بين ضغط غاز محبوس والضغط الايه الجو، ده الاستخدامات بتاعته. طيب التركيب بتاعه بقى بيكون من ايه؟ التركيب بتاعه بيكون عبارة عن أنبوبة ذات شعبتين، أنبوبة زجاجية ذات شعبتين بالشكل ده، بتكون متصلة بإيه؟ بمستودع الغاز اللي أنا عاوز أقيسه، أقيس ضغطه، ده مستودع الغاز. لما يكون ده مقفول فأنت عندك هنا أنا بحط السائل معين في الأنبوبة دي، الارتفاع هنا هيساوي الارتفاع هنا. السائل ده من مادة أنا عارف الكثافة بتاعتها زي المية أو إيه أو الزئبق. يبقى أنت عندك هنا التركيب بتاعه عبارة عن أنبوبة زجاجية ذات شعبتين تحتوي على كمية مناسبة من سائل معروف كثافته زي الإيه؟ زي الزئبق أو الماء. إحدى الشعبتين متصلة بمستودع الغاز المراد إيه؟ المراد قياس ضغطه. الانواع بتاعتها من هنا من الاسماء بتاعتها كده لها نوعين، واحد مانوميتر مائي بيستخدم طبعا سائل ايه بيستخدم فيه سائل اللي هو الماء، اتنين مانوميتر زئبقي بيستخدم الزئبق كايه كسائل. الفكرة بتاعته او فكرة عمله ان انت عندك جميع النقط الواقعة في مستوى افقي واحد في سائل ساكن متجانس لها نفس الايه لها نفس الضغط، عندك النقطه دي والنقطه دي لهم نفس الايه لهم نفس الضغط لانهم بيقعوا في مستوى افقي واحد، وده سائل نفس السائل اللي هو السائل المتجانس وساكن. الاستخدام بتاعته زي ما قلنا قياس ضغط غاز محبوس، قياس الفرق بين ضغط غاز محبوس والضغط الجوي. هنستخدمه ازاي بقى؟ انت دلوقتي قافل المحبس، اول ما تفتح المحبس هنا هيحصل عندك حاله من ثلاث حالات، ايه هما؟ أول حالة هتكون بالشكل ده، أول ما تفتح المحبس هتلاقي إن الارتفاع بتاع السائل هنا هو نفس الارتفاع هنا، وبالتالي النقطة دي لو واحد والنقطة دي اسمها اتنين فأنت عندك هنا البي واحد بيساوي البي اتنين. البي واحد عبارة عن إيه؟ البي واحد عبارة عن الضغط الجوي لأن ده معرض للهواء. طيب البي اتنين، البي اتنين عبارة عن إيه؟ عن ضغط الغاز، وبالتالي ضغط الغاز اللي هو بي جاز هيساوي إيه؟ هيساوي الضغط الجوي اللي هو بي إيه، وبالتالي الدلتا بي هتساوي إيه؟ هتساوي الاتنين بيساوي بعض، فالدلتا بي بي جاز ناقص بي إيه هتساوي إيه؟ هتساوي صفر. يبقى ده الحالة الأولانية ان انت عندك ضغط الغاز بيساوي ضغط الايه الضغط الجوي، وبالتالي فرق الضغط بين الغاز وبين الضغط الجوي هتساوي ايه هتساوي صفر. الحاله الثانيه ان انت عندك اول ما تفتح المحبس هتلاقي ان انت حصل عندك كده، طبعا ضغط النقطة دي بيساوي ضغط النقطة دي لأنهم مقيمين في نفس الإيه؟ في نفس المستوى الأفقي، يبقى أنت عندك هنا البي واحد بتساوي البي اتنين. البي واحد بتساوي إيه؟ البي واحد بتساوي ضغط النقطة أو ضغط العمود ده اللي هو لو سمينا ده اتش، فهيبقى الضغط الواقع على النقطة دي بسبب ارتفاع العمود ده أو وزن العمود ده زائد إيه؟ زائد الضغط الجوي. والبي اتنين هو ضغط الغاز، وبالتالي البي اتنين اللي هو بي جاز بيساوي البي واحد اللي هي الرو جي اتش بتاعت الايه بتاعت العمود بتاع السائل ده زائد ايه زائد الضغط الجوي. وبالتالي لو انا عاوز اجيب بقى الفرق في الضغط بين الغاز وما بين الهواء يبقى دلتا بي بيساوي ايه بيساوي بي جاز ناقص ايه ناقص بي هواء، هيديك ايه بي جاز ناقص بي هواء هيديك رو جي اتش. الحالة الثالثة
معلش بقى الرسمة بتاعتي مش حلوة شوية. الحالة التالتة ان انت عندك ال H هتبقى في الطرف ده، وبالتالي انت عندك هنا النقطة دي اتنين برضو، والنقطة دي اسمها واحد. انت عندك بي واحد بتساوي بي اتنين لانهم وقعوا في نفس المستوى الايه الافقي. البي واحد بتساوي ايه؟ البي واحد بتساوي ضغط الهواء، والبي اتنين بتساوي البي اتنين عبارة عن ضغط العمود بتاع السائل ده زائد ايه؟ زائد الضغط بتاع الغاز. يبقى البي اتنين بتساوي الرو جي اتش زائد ايه؟ زائد البي جاز. وبالتالي البي جاز هتساوي ايه؟ البي جاز هتساوي البي جاز هتساوي البي ايه ناقص ايه ناقص الرو جي اتش، والدلتا بي اللي هي البي جاز ناقص البي ايه، البي جاز ناقص البي ايه هيديك سالب رو جي اتش. يبقى انت عندك دلوقتي ثلاث حالات، الثلاث حالات قدامك اهو. اول حاله ان ضغط الغاز بيساوي الضغط الجوي، وفي الحاله دي فرق الضغط ما بين الغاز وما بين الضغط الجوي بيساوي صفر. الحالة التانية ان انت ضغط الغاز اكبر من الضغط الجوي، يبقى انت هنا الاتنين بيساوي بعض، بي جاز بتساوي البي ايه، هنا البي جاز اكبر من البي ايه، فانت عندك هنا البي جاز هتساوي البي ايه زائد الرو جي اتش، وبالتالي الدلتا بي هتطلع بالايه بالموجب رو جي اتش. الحالة التالتة اللي هي ضغط الغاز اقل من ايه، ضغط الغاز اقل من الضغط الجوي، وبالتالي البي جاز هتساوي البي ايه ناقص الرو جي اتش، وبالتالي الدلتا بي هتساوي سالب الرو جي اتش. طيب احنا دلوقتي مستخدمين ايه؟ مستخدمين اي سائل، يعني اي سائل ممكن نستخدمه في الايه في الانبوبه دي. لو انت بقى مستخدم الزئبق وعاوز تجيب الضغط بتاعك بايه بسنتيمتر زئبق، الاختلاف البسيط عندك هيبقى لو هنا، فانت عندك هنا البي جاز بيساوي البي ايه اللي هو كام، اللي هو البي جاز بيساوي 76 سنتيمتر ايه اتش جي، وطبعا الدلتا بي برضه هتساوي صفر. في الحالة دي عندك هنا البي جاز بيساوي البي جاز بيساوي الرو جي اتش، هتبقى هناخد بس الاتش لان احنا بنجيب بالسنتيمتر زئبق، طبعا السائل لازم يكون ايه، لازم يكون زئبق، وبالتالي هيساوي ال H بتاعك زائد ايه زائد ال B ايه اللي هو 76 سنتيمتر ايه اتش جي. في الحالة دي عندك هنا، وطبعا الدلتا بي بتاعتك هتساوي الايه، هتساوي ال H. في الحالة دي عندك هنا ال B جاز هيساوي ايه، ال B جاز هيساوي ال B ايه اللي هو 76 سنتيمتر زئبق ناقص ايه ناقص ال H، وفي الحالة دي الدلتا بي هيساوي سالب الايه سالب ال H. طبعا ال H هنا بالسنتيمتر لو انت مستخدم ايه، لو انت قايل ان الضغط الجوي ب 76 سنتيمتر زئبق. لو انت استخدمت الضغط الجوي ب 760 مليمتر زئبق، فانت هتستخدم ال H بالمليمتر سواء كده او كده، يبقى لازم الاتنين يكون لهم نفس الايه نفس الوقت. هناخد بقى امثله عشان تفهم الموضوع، المانوميتر سهل يعني ما فيهوش حاجه. أول مثال بيقول لك استخدم مانوميتر زئبقي لقياس ضغط غاز داخل مستودع، فكان سطح الزئبق في الفرع الخالص اللي هو الفرع المعرض للهواء أعلى من سطحه في الفرع المتصل بالمستودع، وبالتالي هنا نستنتج من الكلام ده إن ضغط الغاز أكبر من إيه؟ من الضغط الجوي بمقدار 76 سنتيمتر. يبقى أنت عندك هنا الـ H 76 سنتيمتر، طبعا ده بيقول لك هنا زئبق، فانت 76 سنتيمتر ايه اتش جي. بيقول لك احسب قيمه ضغط الغاز المحبوس بوحدات، عاوزين قيمه ضغط الغاز المحبوس بوحدات، اول حاجه سنتيمتر زئبق. تعالى كده نكتب المعطيات ونرسم الرسمه برضه. فانت عندك هنا ده مستودع الغاز، عندك ده الزئبق، بيقول لك هنا ان الارتفاع في السطح الخالص بستة وايه بستة وتلاتين سنت. طبعا الارتفاع هنا يعني انت النقطة دي ضغطها بيساوي النقطة دي، وبالتالي ضغط الغاز هيساوي
الضغط الجوي زائد الضغط الناتج عن العمود ده. يبقى انت عندك هنا البي جاز اكبر من ايه؟ من البي اي. البي جاز هيساوي ايه؟ هيساوي البي اي زائد الضغط الناتج من العمود ده اللي هو 36 سنتي. يبقى انت عندك هنا البي اي ب 76 زائد 36 هيديك كام؟ هيديك 112 سنتيمتر زئبق. المطلوب التاني طالب منك ايه؟ المطلوب التاني طالب منك عايز الضغط بوحدة الايه؟ الاتموسفير. بوحدة الاتموسفير انت عندك واحد اتموسفير، الواحد اتموسفير ب 76 سنتيمتر زئبق. يبقى انت عندك هنا 112 سنتيمتر، 112 هنا، 112 سنتيمتر زئبق هيدوك قد ايه اتموسفير؟ طرفين في وسطين، 112 في 1 على 76. يبقى انت عندك الاكس او البي جاز بالاتموسفير هيساوي 112 في 1 على كام؟ على 76 هيديك كام؟ يديك 1.47 اتموسفير. امشي بالطريقه دي على طول، شوف الحاجه اللي هو عاوزها بقد ايه من الحاجه اللي انت جبتها، وبعد كده هتشوف هتحط مكان الحاجه اللي انت عايزها رمز وتكتب القيمه بالوحده اللي انت حولت ليها، هتفهم الموضوع. 1 اتموسفير بيساوي 76 سنتيمتر زئبق. يبقى انت عندك 112 سنتيمتر زئبق فيهم قد ايه من الاتموسفير؟ يبقى هتحط هنا سنتيمتر تحت السنتيمتر، وانت هنا عندك الواحد تحت الاكس، هتجيب الاكس بقى بقد ايه اتموسفير. طبعا الموضوع بسيط، كل اللي انت هتعمله ان انت هتقسم 112 على 76 هتطلع ايه؟ هتطلع البي جاز قد ايه بالاتموسفير. عشان تفهمها اكتر هتشوف دلوقتي نيوتن على متر تربيع، عاوزين نجيبها بالنيوتن على متر تربيع. طيب انا دلوقتي عندي 112 سنتيمتر اتش جي، انت عندك دلوقتي ال 112 سنتيمتر اتش جي عاوزين نعرف فيهم كام نيوتن على متر تربيع. انت عندك ال 76 سنتيمتر اتش جي فيهم قد ايه؟ فيهم 1.13 في 10 اس 5 نيوتن على متر تربيع. انت عاوز تجيب بقى ده اللي هو ايه؟ اللي هو البي جاز. هتجيب البي جاز ازاي؟ هتضرب ده في ده وتقسمه على ده ببساطة شديدة. يبقى انت عندك هنا البي جاز بيساوي 1.13 في 10 أس 5 في 112 على 76 بيساوي 1.49 في 10 أس 5 نيوتن على متر تربيع. طبعا لو انت لاحظت هتلاقي ان انت برضو كنت ممكن تجيبها من هنا، انت عندك بي جاز بالاتموسفير، انت عندك هنا الواحد اتموسفير بيعمل قد ايه؟ بيعمل 1.13 في 10 أس كام؟ أس 5. يبقى انت هنا 1.47 اتموسفير هيعمل قد ايه من ايه؟ من البي جاز بالنيوتن على متر تربيع. برضو البي جاز هيساوي 1.47 في 1.13 في 10 أس كام؟ أس 5 اللي هي دي على دي في ده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك احسب الضغط الناشئ عن غاز عند توصيله بمانوميتر بوحدات سنتيمتر زئبق بار إذا كان سطح الزئبق في الفرع الخالص منخفض عن الفرع المتصل بالمستودع بمقدار 20 سنتي، علما بأن البي اي 76 سنتيمتر ايه اتش جي. تعال كده نرسم الرسمة دي، هو هنا بيقول لك منخفض، فأنت عندك هنا الرسمة بتاعتك هتبقى كده، بيقول لك هنا منخفض عن هنا، يبقى ده لو هو كده فأنت ده هيبقى كده. ده منخفض يبقى ده كده تمام. المهم ده منخفض بكام؟ ب 20 سم. طبعا انت عارف ان الضغط هنا بيساوي الضغط هنا،
الضغط هنا اللي هو الضغط الجوي بيساوي ضغط العمود ده زائد ضغط الغاز، وبالتالي البي جاز اقل من ايه؟ من البي اي، او البي جاز بيساوي البي اي ناقص ايه؟ ناقص الضغط بتاع العمود ده اللي هو تسميها مثلا، هو هنا عاوزها بالسنتيمتر، هتبقى هناخدها الاتش على طول. يبقى انت عندك هنا البي جاز بتساوي ايه؟ البي جاز بتساوي البي اي اللي هي 76 ناقص ال20 هيديك كام؟ هيديك 56. يبقى انت عندك هنا ضغط الغاز بيساوي 56 سنتيمتر ايه؟ زئبق. تاني حاجة عاوزها بوحدة البار، عاوزها بوحدة البار. احنا عارفين ان 76 سنتيمتر زئبق بتكافئ قد ايه من البار؟ بتكافئ 1/13 بار، وبالتالي احنا عندنا 56 سنتيمتر زئبق هتكافئ قد ايه بقى من البار؟ عشان نجيب ده فانت هتضرب الطرفين في وسطين، ده في ده على ده. يبقى انت عندك هنا البي جاز بيساوي، البي جاز بيساوي 56 في 1/13 على 76 بيساوي، هيطلع معاك ب 75%. آخر حاجة معانا شوية ملاحظات كده. الملاحظة الأولى، لو انت عندك فرق الضغط، فرق الضغط ما بين اللي هو الدلتا بي اللي هو بيساوي رو جي اتش، فرق الضغط ما بين الغاز المحبوس وما بين الضغط الجوي صغير جدا سواء بالسالب او بالموجب. لو فرق الضغط بتاعك صغير جدا، لو فرق الضغط صغير جدا فانت المفروض تستخدم ايه؟ تستخدم المية. ليه؟ لان انت عارف ان فرق الضغط ده، فرق الضغط بين الغاز والضغط الجوي هيبقى رقم ثابت، لان الغاز ثابت والضغط الجوي ثابت، وبالتالي الدلتا بي هتبقى ثابته. فانت لو استخدمت، انت طبعا عارف لما الدلتا بي تبقى ثابته ايه اللي هيحصل؟ الاتش هتتناسب عكسيا مع الايه؟ مع الرو. يبقى انت في حاله ان فرق الضغط بتاعهم صغير فانت المفروض تستخدم ايه؟ تستخدم ماده الكثافه بتاعتها صغيره، بحيث ان الايه؟ ان الاتش بتاعتك تكون كبيره، بحيث ان انت عندك القرايه بتاعتك تبقى دقيقه، لان كل ما الارتفاع ده بيقل فانت بتقيس هنا، بتقيس الارتفاع، وبالتالي لو الارتفاع ده صغير القرايه بتاعتك هتبقى ايه؟ هيبقى فيها اخطاء. كل ما الارتفاع يزيد كل ما الاخطاء بتاعتك هتقل. يبقى انت هنا هتفضل ان انت تستخدم ايه؟ تستخدم الماء، لان الماء الكثافه بتاعتها صغيره. طيب لو انا بقى عندي الفرق في الضغط كبير، لو الفرق في الضغط كبير فانت هتستخدم ماده الكثافه بتاعتها كبيره. ليه؟ انت عندك الدلتا بي كبيرة، وبالتالي الاتش بتاعك هيبقى كبير لو انت استخدمت ايه؟ لو استخدمت مادة البي بتاعتها صغيرة، يعني الدي الدلتا بي لما يكون ثابت برضو الاتش هتتناسب عكسيا مع البي، فانت عندك البي لو كبيرة الاتش هيبقى ايه؟ صغير. طبعا مش صغير اللي هيبقى صغير خالص، لا، هيبقى بالنسبة لفرق الضغط هيبقى كويس يعني. وبالتالي انت دلوقتي لو الفرق الضغط بين الغاز المحبوس وما بين المادة او ما بين الهواء، لو فرق الضغط ما بين الاتنين، وبالتالي لو فرق الضغط ما بين الغاز المحبوس وما بين الهواء كبير، بتستخدم مادة الكثافة بتاعتها كبيرة زي الزئبق، بحيث ان الارتفاع ما يكونش كبير جامد، وبالتالي هيطلع من الفرع الخالص او هيدخل لمستودع الغاز. لكن لو انت عندك فرق الضغط صغير فانت بتستخدم مادة الكثافة بتاعتها صغيرة، بحيث ان الارتفاع يكون كبير، فرق الارتفاع يكون كبير، وبالتالي الايه؟ القراية بتاعتك تبقى دقيقة. ده باختصار شديد، ده اخر حاجة في الجزء ده، وبعد كده هنحل الاسئلة مرة واحدة. بالتوفيق واشوفكم على خير، والسلام عليكم.